قال لي يا اخوي ادفنهم حطهم جنب بعضهم. قلت لي يا اخي بدي اطلع مشوار بسيارتي. قلت له راح افتلهم شوي. قالوا لي يا عمي قبل بنهارين كانوا عم بيحكوا معي، يا عمي اول ما نزل على سوريا نزل لعندك. نزلوا لعندي بس شهداء الحمد لله. ناصر ناصر من حارم، سكان حلب سابقا. نزحنا من حلب على، انا نزحت على الدقنة واهلي راحوا على حارم واخواتي اثنين راحوا على انطاكية. وهلا حاليا انا هون عم بستنى اولاد اخوي اثنين. اولاد اخوي اثنين، واحد اسمه ناصر من اسمي ابوه سماه كنية فيني، ورامة الدلولة بنت اخوي الصغير اللي انا مربيه هو وامه، اخي ابوه وامه مربيهم كمان. ثاني نهار قال لي يا خاي اخوك حميد ما سلم غير بابنه يوسف ويونس وبقيان مرته وابنه يحيى وبنته راما، وابني ناصر كان عندهم كمان بقيانين تحت رديم. فصار يحفر بدايه الامر بايديهم بهني والناس اللي حواليهم، وبعدين لحتى اجت فرق الانقاذ اليوم يعني لحتى طالعوا انتشلوا جثتين اللي هن ابن اخوي وبنت اخوي، وتمت لسه مرت اخوي وابن اخوي الثاني. حارم كان مصابنا كبير، راحت بنايات وعيال من عيلتنا يعني مرت عمي واولادها ونسوانهم واولادهم وبنت عمي وعمتي في مصاب حارم، واهلي بنايتهم تمت وقفه نزلوهم الدفاع المدني مشكورين جداً.